ايطاليا. نادي السدر وعن طريق الدوليك والعراقيل يونس محمود هنا في هذا اللقاء يبحث عن التسجيل ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة بطولة كأس ولي العهد. يونس في مواجهة كلومت أمين هنا في هذه المباراة في الدقيقة رقم 13 مع بداية الأحداث. مبكر جدا السد مبكرا جدا عن طريق السفاح. السفاح سجل جول. جول يبحث عن التاريخ فوجد البوابة المناسبة لدخوله. يبحث عن المجد جاء في الطريق المناسب. يبحث عن العالمية جاء عن طريق العالمي. سجل يونس. وين ما يروح يونس وين ما يروح يونس بالكرة الماضية في شباك نادي الخويا ليعلن التقدم مبكرا هنا في ركلة جزاء الطريق اللاعب الدولي العراقي يونس محمود. كرة في محاولة من عمر خطيرة كرة الماضية تعديل في جول. شيء من الروائع فصل من الخيال سيناريو في قمة الإبداع ليلة الإبداع. يتعود المحاولة في جهة اليمنى تصل لمصلحة إسماعيل. الآن محاولة عرضية في منطقة الجزاء خطيرة رأسية. جول تقدم لمصلحة نادي الخويا هنا في اللقطة الماضية. عادل سجل. عادل تألق. عادل ارتقى من أجل أن يصل إلى القمة. وضع يا سلام كرة عرضية في غاية الروعة وصلت على رأس عادل لامي سكنت لحظات الماضية. لكن بخبرة سيباستيان يتدخل يبعد الكرة. يلعب محاولة أمامية عادل لامي فرصة لمصلحة نادي الخويا. الثالث جول 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 جول. ولد الخضراء ولد تونس الخضراء يوسف المساكني يسكنها شباك الشيب ليعلن عن الهدف الثالث. ليعلن عن الهدف الثالث ولد تونس الخضراء ولد الحمامات يوسف المساكني يضع الكرة على يمين الشيب. هو في زاوية. هي الأخوية. هي الأخوية. 1-2-3 يتقدم بثالث الأهداف. يضع الكرة في الشباك. يوسف سجل. يوسف هرب. يوسف معروف من ذهب يبحث في أن ينحت اسمه في سجلات البطولة. كرة لمصلحة السد الآن. مرسل التكريس. جول الكوري الجنوبي من غرب القارة إلى شرقها يبعث برسالة الزعيم. لا زال موجودا الزعيم. لا زال موجودا. شوف الكرة الماضية وصلت إلى الكوري ليونغ سددها وضعها في الشباك ليعلن تقليص الفارق. ليعلن تقليص الفارق لمصلحة عيال الذيب. أوه لو جاء الهدف حالة تحكيمية أخرى. حالة تحكيمية أخرى.